Bismillah. Nastavljamo sa drugim dijelom takmičenja. Naredna kategorija je kategorija tri zadnja džuza. Prvi kandidat je Meryem Turković. Pitanje sura Saf. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ أزاغ الله قلوبهم والله بما تعملون والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقول تشتور صف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم فلما زاغوا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الفاسقين
حسين عياش. والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشرك ولو كره المشركون. برافو. بيتاني زوجة ندروها. بيتاني سورة التحريم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا من الله من شيء من الله فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ربي بني لي. Znači, tu nema dužina. Dobro. Treće pitanje. Sura Buruđ. والسماء ذات البروج اتبعتك دو إلى وحي محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن بطش ربك لشديد إن إن
الذين فتنوا المؤمنين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يك ثم لم ثم لم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم مغفرة وأجر كبير لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبديع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا يكذب في تكبير والله تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله تعالى سمع إنه هو يبدئ ويبديع الله تعالى نكيزاج سارة داوتويتش početak sura Hašr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصومهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق
اتق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. سورة المعارج. فلا أقسم بما تبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذناه باليمين. ثم لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. ثلاثة بيتانية. سورة انشقاق. إذا السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إنهم ظن أن لن يحور. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. فلا أقسم بالشفق. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ما
الثانية اسمها مجادلة. سدلي سمسم سدلي واتنو قلت بشك لحظة لحظة يعني استمتو والله بشك. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأطيعوا الله ورسوله. فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. وما أفاء الله على رسوله منهم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد نروح بتاني صورة قلم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من
مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سورة سبح اسم ربك الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله فيك. الله تعالى غادي تشترتي كانديدات عمر إزاتي سورة المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض سليتش بيتاني نيسي بنابلا نيسي دروة بيتاني سورة ملك قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تؤمنون قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون و...
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله أنا نذير مبين. وإنما أنا نذير مبين. سورة انفطار. إذا السماء انفطرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بارك الله فيك ورسلنا لك. Последний кандидат Майда Тагирович. سورة جمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس السلام. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
وآخرين لما يلحقوا بهم وآخرين منهم لم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. مثل الذين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين ينفقون مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله عليم بالظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. قل إن الموت الذي قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. سورة النازعات. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان إلا ما سعى وبرزت فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها
إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Грешка треба едно питање да воде из Джузете Барак. Ајде ка буде трече питање из Джузете Барак. Учи нам суру Нух од почетка. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم من واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.